انا عرفت النهارده ان يارا هي البت الهبله دي تبقى اختي. قال له طارق: نعم يا اخويا. ازاي يعني؟ مش احنا كنا عايشين في اسكندريه؟ اه انا فاكر انك قلت لي حاجه زي كده. اهو بقى ماما يا سيدي كان ليها واحده صاحبتها بيحبوا بعض قوي، اللي هي ماما سميه، لدرجه انهم عملوا فرحهم في نفس اليوم. ماما اتاخر الحمل عندها، وكانت ماما سميه ولدت ساره، وبعدها بسنه انا شرفت. بس والدتي كانت تعبانه، فماما سميه رضعتني 6 شهور مع ساره، وبالتالي انا وهي اخوات في الرضاعه. بعد 10 سنين جت يارا، وطبعا ماما سميه هي اللي رضعتها، فبالتالي هي اختي في الرضاعه. بس احنا من 10 سنين سافرنا، كانت ساره عندها 23 سنه، كنت عارف شكلها، وكنت كمان دايما بكلمها سكايب. بس يارا كان عندها 13 سنه، فشكلها دلوقتي متغير، وكمان الاتصال معاها متقطع من وقتها. فلما شفتها حسيت انها مش غريبة عليا، لكن دلوقتي اتأكدت ان بعد ما شفت سارة وعرفت منها ان يارا مرات ادم، بالتالي عرفت ان يارا اختي. قال له طارق: برضو ما فهمتش، يعني دكتورة يارا مرات ادم تبقى اختك؟ ايوه بالظبط كده. طب وهو ده اللي انت كنت بتقوله يعني خلاه متنرفز؟ خربت غبائك. لا طبعا ما كنتش بقوله كده، انت عارف الحوار اللي عمله ادم وانه ازاي بهدل مراته، صح؟ ايوه عارف، ما انت ما بتسكتش. سيبك، فانا بقى لما عرفت ان يارا اختي حبيت اربيه شويه، فقمت عملت ايه بقى؟ فلاش باك. لما كانوا بيلعبوا ادم كان كعدته بارد، قال له حازم: بس انت عارف مراتك ما شاء الله زي القمر، حرام عليك اللي بتعمله فيها. بص يا ابن خالتي، لو هي مش عايزاك انا موجود، هي بصراحه مزه مزه يعني، يعني اراهنك ان اقدر احضنها وفي وجودك كمان وهي هتبقى فرحانه. حازم ما كملش كلامه، وقع على الأرض نتيجة لكمة ادهاله آدم. باك حازم لطارق: هو أنا كده قلت حاجة غلط؟ لا خالص، أنت مجنون رسمي يا ابني، ده آدم كان ممكن يموتك في إيده، خليه يتربى شوية. قرب طارق من أنف حازم: أنت عامل إيه طيب؟ آه يا ابني الدايخة مناخيري وبطني، بطني بتتقطع، إيده تقيلة بشكل. أدي آخرت اللي يلعب مع الكينج، وناوي على إيه دلوقتي؟ عايز اروح ليارا، وحشتني قوي بنت اللذينه دي. خد بالك من ادم وفهمه، لان ممكن بغبائك تاذيها معاك، وانت عارف محدش بيقف في وش ادم. خلاص يا عم لما اشوفه افهمه. في نفس الوقت كانت سيرين واقفه مع رامي. رامي ابن عم حازم وابن خال ادم، 30 سنه، شاب جميل جدا. ايه يا سو، ما شفتكش من زمان. موجوده اهو، سيبك من ده كله، انا عايزاك في خدمه، أموري وأنا نفذ على طول. قالت له سيرين اللي هي عايزة تعمله: أنت اتجننت يا سيرين؟ إزاي تفكري في حاجة زي دي؟ أنت بتزعق ليه؟ ما احنا ياما عملنا بلاوي. آه بس عمرنا ما فرقنا 2 متجوزين، ومين كمان؟ ابن عمتي؟ أنت اتهبلتي يا بنتي؟ ما تعملش فيها شريف قوي كده، أنا عارفة عنك البلاوي، وبعدين ما هو ابن عمي وأنا أولى بيه، وبعدين هو أصلا مبهدلها معاه وهي عايزة تتطلق، فأنا هساعدها. سيبك من ان الموضوع غلط وحرام، هو انتي معقول مش حاسه بيا خالص؟ مش حاسه قد ايه بحبك؟ نفسي تحس بيا بقى. اه انا عملت حاجات كتير غلط ومشيت على هواك كتير، بس عملت كده عشان بحبك، عشان عاوز ابقى قريب منك. انا بحبك يا سيرين، بلاش الاسطوانه الخربانه دي، لاني مش هصدقها ولا عمري هصدق انك بتحبني. بلاش لف ودوران، وقول لو عايز تساعدني مقابل فلوس هديك، بس تساعدني. انتي ازاي كده؟ انا مش عايز اي حاجه منك، وعارفه مش عايز اعرفك تاني، ومش هساعدك يا سيرين، ولو عملتي كده في ادم هبقى اول واحد يقف في وشك. وسابها رامي ومشي. مش محتاجالك، هعمل اللي انا عايزاه سواء بمساعده او من غير. بصت سيرين، سمعت صوت من وراها بيقول لها: انا هساعدك. ها انت؟ اه انا. ايه ما ينفعش؟ مش قصدي، بس انت عارف انا عايزه اعمل ايه. سمعت كل الكلام وموافق. طب وانت هتعمل كده ليه؟ انت قريب من ادم يعني؟ لاني عايز مراته. انت عايزه ادم وانا عايز مراته. اوه مش معقول، البت اللي ما تسواش دي عجباك؟ مسكها من دراعها. انا لسه قاتل واحد قريب علشان غلط معاها، لو فكرت تغلطي والله لا تفنك. خافت سيرين لكن حاولت تمسك نفسها. خلاص خلاص، اهم حاجه عندي ادم، ولو انت عايزها خدها. هو انا كنت عايز روحه، بس بما انه يلزمك هسيبه. تشكر يا ذوق. بس صحيح، انت عايز يارا علشان عجبتك ولا عشان حاجة تانية؟ هي حلوة ولذيذة
وبما انهم اخوات يبقى لسه صاغ سليم، يعني لوزة حلوة محتاجة حد يقشرها وانا موجود، بالاضافة اني يدوب لسه ببدأ الانتقام. انت عرفت منين انهم زي الاخوات؟ انا ما حكيتش لرامي، انا عارف كل تفاصيل حياتهم من اول ما اتجوزوا، فما تستقليش بيا. حلوة قوي، بس تصدق باين عليك ملاك وشاطر قوي في التمثيل، بس من جوه شطاط. طب بقولك ايه، ما تيجي اعزمك على سهرة حلوة في شقتي، اصلي اول مرة اخد بالي انك جميلة. وماله، ههرب منهم هنا واجيلك على هناك، يلا اشوفك كمان ساعة، هستناكي على نار. كده عرفنا ان مجهول اتنين هو حد من العيلة، يا ترى مين وهيحصل ايه؟ هنعرف بعدين. دخلوا الشباب واجتمعوا في منزل امينة وبدأوا يتكلموا ما عدا ادم. قال لهم احمد، امال ادم فين؟ قال لي وليد، شفت بعد الماتش على طول ركب عربيته وخرج زي المجنون. ضحك طارق وحازم. مروان، وانت اتأخرت كل ده ليه يا مراد؟ كنت باخد شاور واخوك بيحب يبلبط في المية شوية. قال لهم وليد، صحيح محمد هيرجع امتى؟ دخل محمد عليهم. قال له طارق، جوز اختي حبيبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا تيتو. قال له وليد، دكتورنا منور يا كبير. قال لهم محمد، حبيبي يا ليدو، ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش قلت جاي كمان يومين؟ انت مالك يا مراد؟ انا ليه مزاج اجي، وبعدين كويس اني جيت. قال له مروان، حمد لله على السلامة، الله يسلمك يا مارو. قال له حازم، تصدق بالله انت الوحيد اللي بتدلع العيال دي؟ قال له محمد، ايه حازم انت غيران ولا ايه؟ وبعدين انا اكبر واحد بعد اسر، لازم اسيطر. فين اسر صحيح؟ قال له طارق، جه من دقايق وطلع فوق على طول، والله عايز اشوفه وحشني. قال له طارق، والله محدش عارف يتلم عليه اصلا، هو طلع وقال ان هو هيجي كمان ساعة، ربنا يهديه. وفين الكينج؟ خرج زمانه جاي. قال لهم محمد، تمام قوي، امال ايه اللي في وشك ده؟ ده اثار حب الكينج ليا، واخد بالك انت؟ سمع صوت عربية ادم. قام حازم بسرعة، مين في المطبخ؟ قال له احمد، معظم البنات. قال له حازم، حلوة قوي. طارق لحازم، اعلي حازم، سيبها على الله. وراح حازم للمطبخ وخبط على الباب. طلعت ندى فتحت له، نعم، ممكن تنزلي يارا؟ يارا يارا حاف كده، انت مستغني عن روحك؟ ناديها بس، عايزها ضروري. راحت ندى وناديت يارا، خير يا باش مهندس؟ يا لهوي يا جدعان، كبرت يا بنت وحلويتي. في اللحظة دي دخل آدم وشاف يارا واقفة مع حازم. أفندم، رفع حازم إيده ومسك خدها. إيه مش فاكراني يا لورا؟ حازم بعد إيده وطلع سلسلة من الفضة كان فيها 3 حروف، إس سارة، إتش حازم، وواي يارا. كانت السلسلة دي إديتها له يارا. مش معقول، زومة؟ قامت تتنطط من الفرحة وقامت حضنته، وحشتني قوي قوي. كلهم كانوا واقفين مصدومين، طبعا كلهم ما شافوش السلسلة، بس شاف يارا وهي بتحضنه. اتسمر آدم مكانه، ازاي يارا تعمل كده؟ ازاي تحضن حد غيره؟ كله استغرب واتصدم ما عدا شخص واحد، فرح في حازم لانه كان عاوز يقتله لانه حضن يارا. راح آدم ومسك حازم من لياقة قميصه، وربي هقتلك، واداله لكمة في معدته. فضل يضرب في آدم لحد ما وقع على الارض من كتر الالم. يارا حطت ايديها على عينيها، فتحت عينيها لقيت آدم بيبص لها نظرة مليانة غضب. مسكت يارا في قميص حازم عشان تحتمي فيه، وده طبعا خلى آدم متنرفز، ازاي بتحتمي مع واحد غيره؟ ابعد عنها يا حازم. يارا اختي يا آدم، ابعد ايدك عنها يا حازم، اقسم بالله يارا اختي يا آدم. آدم عارف ان حازم طالما اقسم يبقى هو اكيد مش بيكذب. قال له طارق، ممكن تقعد علشان تفهم في ايه؟ سحب آدم ايد يارا، حاولت انها تبعد عنه لكن ما قدرتش. قعدوا كلهم وبدأ طارق يحكي. بصله آدم انه مش مصدق. ايه يا عم، ما انت عرفت انها اختي، جاي تكمل خريطة العالم اللي بدأتها في وشي، يحرقك يا بعيد، ما قلتش من الاول ليه؟ قال له وليد، انت ما سألتش يا آدم. بصله آدم هو عارف انه عنده حق. آدم حط ايده على كتف حازم، حصل خير، ابعد يا زفت، ايدك تقيلة. اعرف يا ابن الشافعي ان ورحمة امي هنتقم منك على اللي عملته، ياكش تقع وانت بتستحمى يا بعيد. ضحكوا كلهم على كلام حازم،
قامت يارا وجابت صندوق الإسعافات الأولية، قعدت قدام حازم وبدأت تحط له ميكروكروم على وشه. خلاص يا لورا ما تعيطيش، هبقى كويس والله، بعدت عنه يارا. هتبقى كويس ازاي وانت عامل شبه ابو رجل مسلوخه كده؟ خرب بيت عقلك، كفايه تهزري دلوقتي. خلاص بقى وحياتي عندك ما تعيطي. حضنته يارا مره تاني، لكن المره دي سحبها ادم. مش هنقضيها حضن وبوس، في 500 راجل يعملوا الاسعافات الاوليه، قومي معايا. وقام سحبها وخرج بيها بره البيت. سيب ايدي، سيب ايدي بقى، اوعى. كان في 4 عيون بتراقبهم، في من ينظر ليهم بحزن ومنهم كان بيبص لهم بفرحه. شافهم امينه ورأفت وحزنوا جدا، وشافتهم سيرين وفرحت جدا، وكذلك صاحب العيون اللي بتتابعهم باستمرار. دخلت سياره بسرعه ودخل ادم وراها. حسك عينك تعلي صوتك عليا، فاهمه؟ وانت حسك عينك تعاملني كاني عيله او لعبه انت بتملكها قدام حد، فاهمني؟ يارا مش انا اللي عيله زيك تزعق في وشي. ورب يا يارا ان قربتي من حد تاني لا يكون عليا وعلى اعدائي. انت بتزعق بانه حق؟ انا ما غلطتش، انت اللي غلطت وتصرفت بهمجيه وضربته وبكل برود. تقول ايه غيرك يعمل له اسعافات؟ انت عندك قلب؟ انت ايه، مصنوع من ايه؟ انا تعبت من انفصام الشخصيه بتاعك ده، ارحمني. بص لها ادم بصه غريبه. رد عليا، ضربته جامد ليه؟ ليه بعدتني عن اخويا؟ ليه ما سبتنيش استمتع بحضنه؟ ليه كل حاجه تديني مواعظ واوامر؟ ليه يا ادم؟ هي توقعت ان ادم ممكن يضربها، لكنه سابها فجاه وخرج من البيت من غير ما يتكلم ولا كلمه. صح، ما هو لو ما خالفتش توقعاتي يبقى مش ابن الشافعي. في شقه فاخره، سيرين مع مجهول اتنين. هنعمل ايه؟